حلوه مصر ابراهيم تعدي ولعبها من الجول كمال عبد الحميد شوف بقى شهد 9 مارس من عام 1993 على إنجاز كبير لجمال عبد الحميد نجم وهداف الزمالك السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي بالنادي باقتحام قائمة نادي 100 بالدوري المصري. في مثل هذا اليوم قبل 30 عاماً سجل جمال عبد الحميد هدفاً في مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت بملعب الكلية الحربية بمنافسات الدوري الممتاز موسم 1992-1993. ونجح جمال عبد الحميد الذي سجل 4 أهداف خلال ذلك الموسم بالدوري في الوصول إلى هدفه رقم 100 بشكل عام في تاريخه بالمسابقة خلال مواجهة الدراويش مع الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد حلوله بديلاً. ورغم خسارة الزمالك في تلك المواجهة أمام الإسماعيلي إلا أن النجم جمال عبد الحميد كان حاضراً بهدفه المائة ليدخل قائمة كبار هداف الدوري المصري عبر التاريخ. وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري في هذا الموسم الاستثنائي لفرسان ميت عقبة للموسم الثاني على التوالي وبفارق 6 نقاط كاملة عن الأهلي. وقدم جمال أفضل ما لديه من مهارات تهديفية على مدار 9 مواسم قضاها داخل أروقة ميت عقبة، وحل ثالثاً في قائمة الهدافين التاريخيين للزمالك في كل البطولات، حيث سجل 97 هدفاً بالقميص الأبيض، بواقع 73 في الدوري الممتاز و7 في كأس مصر، و17 هدفاً ببطولات الأندية الإفريقية. ويعتبر صاحب الرأس الذهبية أحد الهدافين البارعين في لقاءات القمة التي جمعت الزمالك والأهلي، وواحد من القلائل الذين سجلوا للقطبين في القمة وبقميص منتخب مصر. تألق عبد الحميد وخاض 85 مباراة دولية وسجل خلالها 27 هدفاً وحمل شارة قيادة المنتخب القومي في كأس العالم 1990 بإيطاليا. ونال عبد الحميد لقب هداف أمم إفريقيا عام 1988 بالمغرب، كما ساهم في تتويج منتخب مصر باللقب في عام 1986 بالقاهرة، كذلك دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وحصد 9 ألقاب مع الزمالك بواقع 4 للدوري و3 لإفريقيا أبطال الدوري، ولقب بكل من كأس مصر وكأس الأفرو آسيوي، كما حقق لقب هداف الدوري مع الفارس الأبيض في موسم 1987-1988. جمال عبد الحميد هداف بالفطرة، صنع تاريخاً للزمالك ومنتخب مصر على مدار سنوات طويلة، وسكن قلوب عشاق ميت عقبة بأهدافه الحاسمة وانتمائه الشديد للكيان الأبيض. طارق جمال عبد الحميد، برافو يا جمال، جمال عبد الحميد بيجيب جول جميل جميل جميل، لعبة حلوة لمصر ابراهيم تعدي ولعبها من الجول جمال عبد الحميد شوف بقى.